الإعلاميين فيما يخص تصريحات سي موسى مرزوق، فما كلام قال كونه تعرض الموضوع داخلي شأن داخلي في تونس خارج أرض الوطن واتهم المعارضة نورمالمون يكون هو يمثل التوانسة الكل، لكن الكلام الأخطر من هذا كله هو يمس صورة تونس. رئيس دولة أنا كمحلل اقتصادي ولا محلل مالي ولا محلل سياسي ولا محلل أمني كي نسمع كلام رئيس دولة يقول راه فما إمكانية نتاع انقلاب، فما إمكانية تصب المشانق، نولي أنا راجع حساباتي. هذا يخطر على خطر على ناحية جمال. سامحني سمير، تفكر أنه برشا مرات نحضروا لي كونفيرونس دو بريس نتاع مسؤولين أجانب يجيو لتونس ونسألوهم على الوضع الداخلي في بلدانهم. سألت لي مع ميتيران فرانسوا ميتيران، سألتوا على أزمة داخل الحزب الاشتراكي في تونس، قال لي سامحني ما نجمش نحكي معاك في موضوع يهم الشأن الداخلي الفرنسي، إجا لفرنسا تنجاوبك على الأسئلة هذه، لا في تونس ما نجاوبكش، ممنوع منعا باتا. مسألة ثانية، أنت كي يجيك وفد أمريكي الكونغرس، وفد من الكونغرس الأمريكي يجيك ديموكرات وريبوبليكان، عمرك ما تحس به لا ريبوبليكان ولا ديموكرات، جاي يدافع على مصلحة أمريكا، أمريكا هي أمريكا. معناتها كنا نتمناو رئيس الجمهورية يتكلم باسم التوانسة الكل يمينا يسار أقصى اليمين وأقصى اليسار ويدافع على التوانسة. إلى مونتري أون فوا أنكور أنو إي نا با ليتوف، خلينا نقولوها بكل وضوح. سمير